الصداقة هي أسمى وأجمل أنواع العلاقات الاجتماعية، خصوصا إذا كانت هذه الصداقة صحية وكمان تساعد في تجديد طاقتك وروحك. وأعتقد أنه هذا اللي يخليها تستمر لمدة طويلة أو حتى تستمر لمدى الحياة. كالعادة زميلنا مبارك الكويكبي سألكم مشاهدينا، هل تملكون أصدقاء منذ أكثر من 10 سنوات؟ خلينا نسمع إجاباتكم بعدها نعلق على هذا الموضوع أنا وزميلاتي. حياكم الله مشاهدينا. في رأيك اليوم حابين نسأل الناس، هل تملك صديق منذ أكثر من 10 سنوات؟ الأصدقاء بحياتنا كثير لكن نبغى المدة اليوم. خلونا مع بعض نشوف إيش قالوا. أيوه طبعاً 15 سنة. مين هي؟ صاحبتي اسمها أماني. شو حابة تقولي لأماني؟ كل عام وانتي بخير وإن شاء الله تكون سنة 23 سنة حلوة عليكي. عندي إيش اسمها؟ هم تنتين، حنين وندى. إيش حابة تقولي لهم؟ حابة أقول لهم إنه الله يديم صداقتنا وإنه هم صراحة خواتي، يعني ما بعتبرهم صديقاتي وإن شاء الله الله بحفظ لياهم للأبد. نعم. وين تعرفتوا؟ تعرفنا في المدرسة متوسطة. إلى الآن موجودين، خلصنا جامعة الحين موجودين سوا. طيب عطنا اسمه وإيش حاب تقول؟ عبد الله سعود الدخيل. حبيت أقول لك إن كانت سنوات طويلة زيادة على اللزوم وأتمنى إنه نشتاق لك يعني وكذا. وين هو؟ بالدوام الحين. من هو؟ ماجد. كيف تعرفتوا على بعض؟ كنا جيران. طيب. تعرفنا على بعض ودرسنا في الابتدائي سوا. إلى الآن؟ إلى الآن. نفس اللي مع بعض موجودين؟ لسه مع بعض. لا لا مو هذا. هذا من متى تعرفه؟ هذا ولد خالتي، ذا أعرفه من يوم ولدنا مع بعض. إيه أكيد. وين تعرفتوا؟ هي قريبة من يعني من أهل. أوكي. إيه يعني بنت خالي وتربينا مع بعض. أنا موجودين وحاضرين، هذول اللي من أيام الطفولة والله. كيف تعرفتوا على بعض؟ والله تعرفنا عليهم على وقت الدراسة من يوم قمنا على الدنيا. أيوة. وجاء بعد برضه الدراسة وجينا حتى في حكومية بعد. وبس. نعم. من هو؟ لازم يعني أذكر اسم. لازم اسم. كثيرين والله. عطني واحد. والله كثيرين. طيب عطني واحد تعرفت عليه بطريقة غريبة. شوف أنا بعطيك واحد، لا مو بطريقة غريبة يعني، بس واحد يعني أعز وأقدر أخوي من يعني وأنا كنت صغير. من هو؟ شاكر جميل العتيبي. تنوعت الإجابات، لكن لو نبغى نتكلم على الصعيد الشخصي أكيد كل أحد يشوف موضوع الصداقة بمنظور مختلف. أنا شخصيا أشوف أنه تجدد الصداقات والعلاقات والمعارف زي ما كنا بنقول في المقدمة هو تجديد لأرواحنا ولطاقاتنا وحتى لمداركنا. أنا شخصيا للأسف ما عندي صداقات طويلة المدى بحكم تنقلاتي الكثير، فللأسف أني كثير من العلاقات أو استمرارية الكثير من العلاقات تتحول من علاقة صداقة إلى يعني رسمية أو إلى معرفة، لكن بنبسط بالناس الجديدة اللي بيدخلوا حياتي، يكونوا مواكبين أكثر لوضع الحالي، لشغلي، لتفكيري، لبيئتي، للمكان اللي أنا فيه، في الإمارات، في السعودية، في أي مكان إن كان. فأنا ما أحس إنه هذا الموضوع بجديل ولا بذيك الأهمية إني أنا أحافظ على صداقة إذا ما كانت تتماشى مع وضعي الحالي. أختلف معك. أختلف معك يا رؤى والله العظيم. أيه. نعم يعني إذا أنت ما في حياتك هذول الصديقات اللي كنتوا تلعبون مع بعض وتروحون وتجون مع بعض وتتكلمون عن هذه الأشياء وعن مراهقتكم وعن طفولتكم وعن العلاقة يعني لا أنا أحس هذا الشيء لا والله مرة مهم. أنا بالنسبة لي كمها شخصية أحس هذا مهم، ومو معناته أنه أنا ما أدخل أحد حياتي زي ما قلتي. أتفق معك في الفقرة الأخيرة. أيه. لما قلتي مثلا اليوم أنا عندي صديقات في مجال الإعلام ولازم يكون عندي صديقات في مجال الإعلام، لكن صح أنهم جديدين في حياتي وعلى كبر يعني، لكن بالعكس صداقات أعتز فيها وأفتخر فيها وحلوين وأحبهم كل شيء، ولكن ما يمنع أنه أنا أحتفظ بصداقاتي القديمة حتى لو فرقتنا الدنيا، كل واحدة راحت في مجال معين يعني الحين يعني بعض صديقاتي في مجال مختلف تماما عن مجالي ولا يمكن يجمعنا هذا الشيء مهنيا أو حتى في تخصصنا الجامعي أو كذا، كلنا اختلفنا، واللي حتى تزوج مثلا وجاب اطفال ما يعني ما يغني عن انه لا هذا صديق بس الا ما تصفي
الا ما توي كنت اقول لك الظروف تغير. بالضبط، شكرا لك. يعني يمكن الصداقات اللي واحنا صغار او في سن صغير مع الدنيا ومع الظروف فعلا تصفين اكيد اكيد. يعني تجيبين كذا منخل تسوين كذا وتطلعين الصفوه. صحيح، لما يبقون هذول الصفوه ومعك على الحلوه والمره، ولما تكبرين يفهمونك، ولما تسافرين ينتظرونك، ولا لما تروحين لما تحتاجين شيء ولا تتعبين ولا الظروف الدنيا يكونون جنبك وحولك، وتحسين حتى لو بعدتكم الدنيا او فرقتكم الدنيا ما زال في هذه العشره وهذا الحب وهذه يعني تحسين انها ظهر، تحسين انها سند، تحسين في سوالف بينك وبينها صديقه العمر اللي انت والطفوله مع بعض، في سوالف الذكرى بعض، تضحكون مع بعض، في ذكريات. تدرين ليش ودي؟ لان انتم جايين من مجتمع واحد. صح، واهلي اقول لك اتمسك لان كبار يمكن تغيرت مجتمعاتنا، سافرنا الى احنا صغار مجتمع واحد اهل واحد من كي جي، وانا وياهم يعني من 5 سنوات او 4 سنوات احنا عمارنا، واحنا صديقات والى الان محتفظه بالصور اللي كانت في ايام الروضه. فيكون مجتمعكم واحد عشان كذا يكون في يعني تناسق في الافكار في المجتمع. يعني صداقه موضوع كبير، بس على قول رؤى لازم نجدد صداقاتنا. انت انا لا انا ابغى اسمع رايها قبل ما تعرف من الموضوع. انا الحين لحد يقول لي رايي الان، انا الان في حاله تجديد صداقاتي. زعلان يا اولاد 23 لازم اردد كل حياتي. لا لا هي انت بتجدد انت بالذات اشك. لا مستحيل مستحيل لا امزح معاها. صديقاتي انهم خواتي شيء اساسي في حياتي. لا انا ما احسهم خواتي، انا احس الصديقات لهم مكانه وخواتي لهم شيء. انا ما ابغى اني انفهم غلط، بس زي ما كنت بتقولي قبل شويه اختكم من مواليد الشرقيه وعشت في المدينه، عشت في جده، عشت في الامارات، عشت في الرياض، رجعت الامارات، والله بتنقطع عواصر التواصل. والله ينقطع. وبصراحه يعني ارجع اسال اقول لك في عندي مثلا شخصين ثلاثه مو اكثر، لكن ماني ضد بصراحه اني اشوف انه هذا بيتغير علي. عرفت رب اخ لك لم تلده امك. الله ايش عندنا شيء ثاني؟ طيب يا طيب.